ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لا زال أصحاب الضيعات الفلاحية مصرون على رمي جزء كبير من محاصيل البرتقال والكليمونتين، وذلك إثر الانخفاض الكبير الذي عرفها أسعارها في الأسواق، مما جعلهم يفضلون التخلص منها ومنحها للبهائم على بيعها بالخسارة الثقيلة. وحسب مصادر محلية، فإن وفرة الإنتاج الذي فاق الطلب بكثير دفع الوسطاء إلى استغلال الوضع عبر عرض أسعار جد منخفضة، وصلت في عدة أحيان إلى أقل من 50 سنتيم للكيلوغرام الواحد، وهو ما أثار غضب المزارعين ودفعهم إلى التفضيل التخلص من محاصيلهم. كل هذا يحدث في ظل غياب تام لوزارة الفلاحة التي لا زالت عاجزة عن إيجاد حلول تجنب الفلاحين خسائر فادحة. شكون مسؤول على هذا الشيء؟ الفلاح مساكن كيضيعون، وأصحاب الوزينات ديال التلفيف مساكن كيضيعوا. الله يلا حشومه وعيب وعار. زيد خوي، خلي الفرشه المائيه ديال هو راه تمشي تبخر تمشي للصين. سير خوي، شوف الفرشه المائيه ديال هو راه فين كتمشي للصين. كتبخر وتمشي للصين. صحابها تبقى هنا في هو راه هي فين خدامه تبخر. سير. لا اله الا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. الضياع هذا، الله يلا الضياع بالله. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.